أضواء على آخر الأحداث في برنامج تقارير. بدأت صناعة السلاح منذ عهد والي مصر محمد علي باشا، حيث أراد أن يطور مصر فقام بإنشاء ترسانة في القلعة لصنع الأسلحة وصب المدافع ومصنعين للبارود بالحوض المرصود والمقياس بجزيرة الروضة. وانتهت تلك التجربة بتدخل بريطانيا وفرنسا القوتين العظمتين في تلك الحقبة، وأوقفت هذه المسيرة سنة 1840. ثم بدأت من جديد في عهد الملك فاروق، حيث بدأت بصناعة الطائرات والتي تجددت بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952، ومحاولة الحكم الجديد الاعتماد على القدرات المصرية في إنتاج السلاح والذخيرة الحربية. فقد بدأت مصر بتجارب صناعة محرك النفاث، ووصل الأمر إلى أن عقدت مصر في عهد جمال عبد الناصر مع الهند جواهر لال نهرو اتفاقية بمقتضاها تقوم مصر بتصنيع محرك الطائرة الحربية النفاثة في مصانع حلوان للطائرات، وتصنع الهند جسم الطائرة في ولاية هندستان. وتم هذا بالفعل، وقد جيء بجسم الطائرة المصنع بالهند إلى مصر، وتم تركيب المحرك المصري به، وتم اختبار الطائرة والتي طارت بنجاح في حفل أقيم خصيصا لهذا الغرض بمصر. لم تستمر الأبحاث والتطورات في صناعة هذه الطائرة بسبب عدم توفر السيولة المالية، وهو ما كان صعبا في تلك الأيام والتي كانت فيها مصر في بداية النمو وحروبها الدائمة سواء في اليمن أو إسرائيل، حيث جاءت هزيمة يونيو 67 والتي أوقفت بدورها هذا المشروع. ومن بعدها انشغلت الدولة بميزانيتها في إعادة بناء القوات المسلحة، ثم من بعد النصر في 73 في إعادة البناء والتعمير. الصناعة العسكرية في مصر كانت في السبعينات الأكثر أهمية في العالم العربي، حيث تعتبر الهيئة العربية للتصنيع هي إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، وتشرف على 9 مصانع عسكرية تنتج سلع مدنية وكذلك منتجات عسكرية، وتأسست سنة 1975 بدعم من الدول العربية، وهي واحدة من كبرى المؤسسات الصناعية في مصر، وتتمتع بعلاقات دولية متميزة في المجالات العسكرية والخدمات المدنية، حيث تعتبر المؤسسة بالكامل ملكية خالصة لمصر. وفي حقبة الثمانينيات من القرن الماضي دخل مصنع حلوان في تجميع وتركيب طائرات صينية من نوع F7، وهي نسخة صينية من طائرة MiG-21 الروسية، وكذلك تجميع طائرات ميراج 2000، حيث تمتلك الهيئة بالكامل مصانع وأسهم في 2 من المشاريع المشتركة إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة. فالمنظمة الوطنية للإنتاج الحربي في وزارة الإنتاج الحربي تشرف على عدد من المصانع والتي كانت عادة ما سميت مواقعها، وتمول المساعدات العسكرية الأمريكية معظم مشتريات الدفاع الكبيرة بحوالي 1.3 مليار دولار سنوياً. ويغطي الإنتاج أسلحة المشاة الخفيفة مثل مسدس حلوان وكلاشينكوف AKM ومسدس حلوان 920 والذخائر، وتجميع وصناعة بعض من أجزاء الدبابات مثل دبابة أبرامز M1 ودبابة رمسيس 2 المصرية، والتي هي تطوير لجيل قديم من الدبابات الروسية من طراز T-54، ومدرعات مثل فهد ناقلة جنود مدرعة التي صممت وطورت سنة 1960، وسيارات مثل جيب J8 ومدافع الهاوتزر والصواريخ الجوية. وتقوم هيئة التصنيع بتجميع وإدامة الطائرة الأوروبية مثل ألفا جت، وهي طائرة هجوم خفيفة مصنعة ومرخصة من الهيئة العربية للتصنيع، وكاه 8 هونغدو، وطائرة أشبينك ISN-209، وطائرة يارارا بدون طيار، وكذلك إيروسبيسيال غازيل، وهي مروحية عسكرية مصرية بريطانية الصنع. وتجمع مصر حاليا سوينك فاير البريطانية، صواريخ المضادة للدبابات، وإصدارات SA-7 السوفيتي والSAM-2، فضلا عن العديد من أنواع صواريخ جو وجو أرض. في الثمانينيات كانت مصر منتج للسلاح الصغير والمتوسط
سواء الإنتاج بترخيص أو استنساخ. أما في مرحلة التسعينات دخلت مصر صناعة السلاح الثقيل، ومرحلة ما بعد عام 2000 انتقلت إلى مرحلة بدء تصميم أنظمة السلاح، والآن تصمم مصر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وتنتج الأسلحة الثقيلة وتطورها بالإنتاج الذاتي.